يبقى نقطة في الموضوع دوت. عندما تحدثنا عن 100 مليار دولار في الوقت دوت، تقدمت باقتراح كرئيس للاتحاد الإفريقي وقلت لهم احنا بنعرض عليكم ان البنية الأساسية القارية، البنية الأساسية القارية لإفريقيا هتحول وتغير وجه القارة. والكلام ده امبارح احنا كلمنا فيه في سد إنجا وحاجات أخرى كثيرة، ان النهاردة لو 100 مليار تم ضخهم في صورة، انا بكلم النسبة المخصصة للقارة الإفريقية على سبيل المثال، تم ضخهم، كل دولة كانت مخصص انها هتدفع رقم، ألمانيا كانت هتدفع رقم، فرنسا كانت هتدفع رقم، الصين كانت هتدفع رقم. انا قلت ان الرقم ده لا يعطى منحة مطلقة، ولكن حتى بما ان هم كان التزام في الوقت دوت بـ100 مليار دولار، قلت لا تعالوا خشوا ويخلوا الشركات. ألمانيا هتعمل هتحط 5 مليار في إفريقيا، خلي الشركات الألمانية تعمل بـ5 مليار في مشروعات لخدمة البنية الأساسية القارية. فرنسا هتشتغل أو هتقدم 4 مليار 5 مليار أي رقم تاني، تقوم الشركات الفرنسية بالعمل وتمول هذا الرقم الجزء المخصص واللي خصصته الحكومة الفرنسية. وكلام ده ينطبق على الصين وعلى كل الدول المتقدمة. صدقوني